أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة مقدما من عدد من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية إلى لجنة الشباب والرياضة لبحثه وإعداد تقرير عنه. مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق واصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بإحالة عدد من التقارير الخاصة باللجان النوعية إلى الحكومة لبحث ما ورد بها من توصيات، فضلا عن إعلان خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد واختار الهيئة الوطنية للانتخابات. عقب ذلك تمت مناقشة طلب مقدم من عدد من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى. الشباب هم أهم ركائز الدولة المصرية، وخاصة في عهدها الشاب الجديد، وجاء هذا الطلب بظهير دستوري واضح ومحترم في المادة 82 من الدستور. طالما احنا في جمهورية جديدة، يبقى التنمية الشباب واستثمار طاقاته واتجاهاته نحو الأولمبية والبطولات ده أمر مطلوب ومحمود. نشهد جميعا باهتمام القيادة السياسية ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، يولي اهتمام خاص بفئة الشباب المؤهل باقتدار لدعمهم وتشجيعهم في كافة القطاعات لتولي راية القيادة في قطاعات الدولة المختلفة. من جانبها أكدت الحكومة أن تطوير مراكز الشباب ودعمها من الأولويات، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات الرياضية في السنوات الأخيرة إلى نحو 7 مليارات جنيه. وفي ختام الجلسة وافق مجلس الشيوخ على إحالة الطلب وتعقيب الأعضاء ورد الحكومة إلى لجنة الشباب والرياضة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.